ونبدأ جولتنا الإخبارية مع أخبار منتخبنا الوطني. وبعد تحقيق فوز هام امبارح خلونا نستعرض معاكم بعض الأخبار. فاستقر مسؤول اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بصرف مكافآت فوز منتخب مصر على ملاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024. طبعا هيكون في مكافآت للجهاز الفني وللاعبين خلال الفترة المقبلة. اتحاد الكرة وعد البرتغالي مستر فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني بصرف مكافآت والاستمرار في دعمه خلال الفترة المقبلة، وده طبعا من أجل التأهل للبطولة الإفريقية واستعادة التربع على عرش القارة من جديد بعد غياب طويل. وقدم منتخب مصر عرض مميز خارج الديار بعدما حقق انتصارا كاسحا على ملاوي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا. واقترب منتخب مصر بذلك من التأهل إلى أمم أفريقيا، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة من الجولتين المتبقيتين من التصفيات. ويخوض منتخبنا الوطني مواجهة غينيا خارج مصر يوم 12 يونيو المقبل بالجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيف في القاهرة نظيره الإثيوبي في شهر سبتمبر المقبل في الجولة السادسة والأخيرة. طبعا حال فوز منتخبنا الوطني على غينيا هيكون بيضمن صدارة المجموعة بشكل نهائي بغض النظر عن الجولة الأخيرة أمام إثيوبيا، علما بأن منتخبنا الوطني فاز على غينيا في الجولة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف ولكن خسر من إثيوبيا في مباراة طبعا للنسيان. فكل التوفيق أكيد في كل ما تبقى لمنتخبنا الوطني من مباريات في هذه التصفيات، وبإذن الله يكون ظهورنا مميز في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. نكمل بقية تفاصيل أخبارنا مع منتخباتنا الوطنية. وبعد تأهل المنتخب الأولمبي للبطولة الإفريقية تحت 23 سنة في المغرب، اتحاد الكرة استقر على مخاطبة أكثر من منتخب إفريقي للاتفاق على وديتين على الأقل. ده هيكون خلال الفترة المقبلة بناء على طلب البرازيلي مستر ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي. ميكالي بيبحث عن مواجهات ودية لمعسكر المنتخب قبل السفر إلى المغرب لتجهيز اللاعبين، ورفض المدرب البرازيلي مقترح الاكتفاء بالتدريبات خلال المعسكر وطالب بضرورة توفير مباريات تحضيرية للاعبين. المنتخب الأولمبي تأهل رسميا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد الفوز على زامبيا في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة بهدفين دون رد، وأنهى مباراة الإياب التي أقيمت الأحد الماضي بالتعادل السلبي دون أهداف ليتأهل رسميا. وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى والثاني والثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب إلى أولمبياد باريس مباشرة في 2024. المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا تحت 23 سنة جم على النحو التالي: المغرب صاحب الأرض، مصر على حساب زامبيا، الكونغو على حساب جنوب أفريقيا، غينيا على حساب نيجيريا، غانا على حساب الجزائر، مالي على حساب السنغال، الجابون على حساب الكاميرون، والنيجر على حساب المنتخب السوداني. معنا كمان خبر تاني من اتحاد الكرة المصري. وكشف الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس من المنطقي الحديث عن المدربين خلال عملهم، وقال لا يوجد مجاملة مرة أخرى في تعيين مدربين المنتخبات، حيث هناك تشكيل لمنتخبات مواليد 2007 و8 وكمان 2009. وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك 10 مدربين من أندية الدوري الممتاز سوف تتوجه إلى أوروبا لخوض فترة معايشة. وأوضح كمان أن هناك اهتمام كبير ببناء جيل جيد من المدربين، وده طبعا حاجة مهمة جدا لازم تظهر بعد توفير الرخص التدريبية للمدربين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.